لهذا اليوم الرياضي الأول. الحاج يسمع قبل الأخير. كما تتبعنا منذ صباح اليوم انه تم تنظيم اول نشاط رياضي بعد واحد التوقف اضطراري نتيجه جائحه كورونا. جمعيه ميموزا للفروسي بمدينه القنيطره كتبادر دارت هذه المبادره الطيبه في تنظيم مسابقه محليه في افق تنظيم مسابقه جهويه ووطنيه. اليوم شفنا اربعه ديال المجموعات او الفئات اللي شاركت. شاركت جوج مع الصباح، والان في الفتره المسائيه غيكونوا جوج ديال المسابقات اخرى. بالنسبه لي هذه انطلاقه جديده للموسم الرياضي المقبل ان شاء الله ديال الفروسيه، وفي نفس الوقت هي دعوه صريحه اولا للاسر القنيطريه انها تلتحق لهذا الملعب هذا اللي في واحد الموقع استراتيجي كبير جدا واللي كيخصنا الاحياء ديالو اللي عنده تاريخ. ثانيا هي رساله قويه جدا لكافه المتدخلين والجهات المعنيه باعاده النظر في هذا الملعب هذا اللي ممكن يكون هو الوجهه المفضله للاسر القنيطريه مستقبلا. وشكرا. جد سعيده في هذا اليوم هذا بالنسبه للنشاط اللي داروا نادي الفروسيه واللي تكلفت به جمعيه ميموزا. احنا في اطار تشجيع الرياضه بشكل عام وتشجيع الفروسيه وتشجيع هذا المكان بالذات اللي عنده واحد الواقع على قلوب ديال القنيطريين كاملين. يعني كاع القنيطريين هذا المكان هذا تيشكل لهم واحد النقطه ديال الحب وارتباط. وتنتمنى ان شاء الله احنا في ان شاء الله في الايام القادمه اننا نلقاو واحد الحل لهذا المكان هذا، يكون مزدهر، يكون نشوفوا انشطه بحال هذه وكثر، ولما لا تولي قنيطره تتستقطب في هاد الرياضه هذه يعني المدن المغربيه كامله. درنا كونكور في كلوب إكستر ميموزا، درنا اون كومبيتيسيون تاع كاتر إبخوف تاع 40 سنتيمتر 60 80 و 1 متر. غراس المونيتور تاعي تعلمت نقز مزيان و دوزنا زوينة. اجوردي اون افي اون كومبيتيسيون كانوا فيها ربعة ديال إبخوف ديال 40 و 60 و 70 و 1 متر، وشاركت انا في ليبروف الاولى والثانيه. سيتي بيان، كنا لعبنا شاركنا، المهم هي المشاركه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.